السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم بريوات باللوز وقلنطات باللوز ايضا، غير شويه ديال الاختلاف في الشكل وشويه في المذاق. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نحتاج نصف كيلو ديال اللوز الابيض، هذا اللي كبيت عليه الماء سخون بزاف واحد 5 دقائق وزولت له القشر ديالو. الطريقه بالتفصيل كاينه في الفيديو ديال عقدات اللوز. وطحنته مزيان بلا سكر بدون سكر، طحنته في هذه الطحانه هذه ديال التوابل باش رجع ليا بحال هكا بحال العجينه، ما فيه لا سكر لا حتى حاجه. عاد هذه 500 غرام ديال اللوز غادي نزيد عليها ما بين 100 حتى 150 غرام ديال السكر ابيض حبيبات فقط، باش هاد البريوات ما يجيوناش حلوين لانهم غادي يتعسلوا غادي يشربوا العسل. غنزيد عليها السكر، نزيد شويه ديال ماء الزهر واحد جوج معالق كبار، نزيد معلقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، كابوماد، ونزيد المسكة الحرة، هذه لاغوم غابيك هي المسكة الحرة، كنزيد واحد راس المعلقة باش كتعطينا المذاق، ونخلط كل شيء مزيان. واحد الملاحظة بالنسبة للوز، ملي نقشروه من القشر ديالو نغسلوه مزيان ونبيتوه مفرش على شي منديل ليله كامله حتى ينشف من الماء مزيان، وعادي عاد نطحنوه. وطبعا غادي نحتاج 500 غرام ديال الورقه ديال البسطيله المعروفه، اولا اللي ما عندوش الورقه يمكن له يستعمل ورقه الفيلو. غادي نحاول نطويها على 5، اولا على حسب الحجم اللي نتوما باغيين. وهاد الورقه هادي اللي ما غاديش نستعملها في الاول خصني لابد نديرها في بلاستيكه باش ما تنشفليش. غادي ناخذ شريط واحد وغادي ناخذ شويه ديال العقده، نديرو هكذا صافي. وطبعا غادي نحتاج القليل من الدقيق الابيض والماء باش غادي نسدها، تجينا بحال هكا كنبقى مستمره حتى كنكمل. من بعد ما تنكمل من الاحسن اننا نبيتوهم ليله كامله الا ما كناش مزروبين بهم، او على الاقل واحد جوج ديال الساعات باش تيبسو تينشفوا وعاد تنقليوهم. من الاحسن اننا ما نقليوهمش مباشره بعد ما نكملوا. بالنسبه للقنينطات غادي نحتاجوا نفس الشيء 500 غرام ديال اللوز بلا قشره مطحون، زائد 200 غرام ديال اللوز محمر في الفران اللي غادي نطحنوه في نفس الاله. تنطحنوه حتى كيولي بحال هكا. هاد اللوز عقده غادي نزيد عليه الراس بالمعلقه ديال القرفه، غنزيد عليه معلقه كبيره عامره ديال الزبده وشويه ديال الزهر حد 3 المعالق كبار، زائد هاد اللوز هذا، زائد 3 المعالق كبار ديال السكر ابيض حبيبات، لان اللوز الابيض بطحناه ما كانش فيه السكر نهائيا، مطحون بدون سكر هو اللوز، زائد راس المعلقه ديال المسكه الحره اللي هي لاغوم اغابيك. غادي ناخذ الورقه مدوره ونحاول نقسمها
على 4 غادي نحتاج 500 غرام بحال هكا. الورقه اللي ما تنستعملهاش داك الساعه كنديرها في بلاستيك. ثم غادي ناخذ مثلث بحال هكا، غادي ناخذ شويه ديال هاد الحشوه نحطو هكا ونطوي الورقه، ندير شويه ديال الطحين ونجمع. هي الاولى غادي نضغط عليها نمشي حتى نديرها تترجع بحال هكا، ومباشره ناخذ فرشيط وندير فيها تكه بها ونحطها. من بعد ما كنسالي بالطويان ضروري انهم ينشفوا مزيان على الاقل ساعتين، وعاد نبدا كنقليهم. غادي نحتاج باش نقلي هاد القنينطات لتر ديال الزيت نباتيه. في الاول غادي نديرها على نار عاليه حتى كتسخن، ومن بعد كنقص عليها حتى الاخر باش نطيبهم في نار هادئه. وطبعا غادي نحتاج العسل اللي هذا صنع منزلي اللي سبق لي وحضرته في حلقه سابقه، فهو لذيذ جدا وناجح 100%، كنصحكم انكم تجربوه. والعسل يكون دافئ فقط. كنديرهم في الزيت، كنبقى كنحركهم نوبه نوبه ملي يرجع اللون ذهبي بحال هكا كنقطروهم من الزيت مزيان. لازم اننا نقطروهم من الزيت ونديروهم في العسل. كنخليو هاد الكميه هذه في العسل الوقت اللي غادي ندير الفوج الثاني تقلى في الزيت. هاد المثلثات قبل ما نديرهم في الزيت كندير لهم ثقب بحال هكا بشي قطيب ديال الخشب اولا ديال الحديد، باش كيتقلاو مزيان وملي كندير لهم العسل كيشربوا العسل مزيان. كنقليوهم حتى كيولي اللون ديالهم هكا ذهبي مفتوح، كنقطروهم من الزيت مزيان وكنديروهم في العسل. كنديروهم في العسل وكنبقاو كنغطسوهم بحال هكا. كنخليوهم واحد المده ديال 10 دقائق على ما كيوجد لنا الفوج الثاني ديال هاد البريوات، وعاد كنزولوهم كنعطيوهم المده الكافيه باش يشربوا العسل على خاطرهم. النتيجه النهائيه هي هذه. كنتمنى انكم تجربوهم، راهم ساهلين بزاف، نفس المكون هو اللوز، غير لعبنا شويه على الشكل والمذاق باش حتى في الطبله ننزلو داكشي منوع والعين اللي كتاكل دائما. ما تنساوش تشوفوا البريوات اللي حطاهم فيديو قديم ديال اللوز والكوز والكراميل، حتى هما لذادين بزاف. ما تنساوش الوصفات اللي هما قدام، حتى هما روعه في المذاق. بالنسبه انا تنقول هادشي بالنسبه للناس اللي اشتركوا حديثا في القناه وما كيعرفوش شنو كاين فيها. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيملا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي مالح حلو اليوتيوب، في لاباج فيسبوك مالح حلو. ما تنساوش تبارطاجيو الحلقه بصحه وراحه.